بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بطلاب المرحلة الثالثة في درسنا الـ Engineering Analysis اللي هي المحاضرة الأخيرة في موضوع الـ Z Transform اللي راح يشمل هنا راح يصير تطبيقات على الـ Transfer Function، كيفية إيجاد الـ Transfer Function وكيفية حل الـ Transfer Function، وكذلك راح ناخذ في المثال الـ System Real System وكيفية إيجاد نشوف الـ Z Transform راح تتعامل مع الـ Continuous، ومن ثم بعدين نسوي له بروسيسنج بالزيت ترانسفورم، ومن ثم نحولها الى الديسكريت نحولها الى كونتينيوس. اذا الترانسفير فانكشن بالزيت ترانسفورم هذا هو عباره عن بلوك اتش اوف زيت اللي هو شو مثل الاتش اوف زيت الى ترانسفير فانكشن اللي هو ايش راح يساوي لنا؟ الاتش اوف زيت راح يساوي لنا واي اوف زيت على الاكس اوف زيت، هذا هو الترانسفير فانكشن اتش اوف زيت الاوتبوت على الانبوت، الاوتبوت على الانبوت بس وين؟ بالزيت دومين اللي هو الفريكونسي دومين. الاكس اوف زد هو الداله وين؟ بالزد دومين. الواي اوف زد هو الداله ايضا بالزد دومين. اذا منطينا اياها الداله بالتايم دومين لازم ناخذ لها الزد ترانسفورم، اذا منطينا الداله الواي اوف كي بالزد بالتايم دومين لازم ناخذ لها ايضا الزد ترانسفورم. اذا اكس اوف زد يساوي لك زد ترانسفورم بالاكس اوف كي، الواي اوف زد هو الزد ترانسفورم بالواي اوف كي. ال H of Z هي تمثل لك ال Z transform ال transfer function بال Z domain. طيب إذا أريد ال H of K يعني ما معناها هي ال H O يعني ال impulse response بس وين ال K؟ ما معناها بال time domain. إيش راح أسوي؟ أخذ ال inverse Z transform من مال ال H of Z. ال inverse ال H of K هي ال inverse Z transform لل H of Z لأنه هذا frequency domain أحول إياه لل time domain. إذا عندي ال X طيب الـ x of k شلون اوجدها؟ اذا كانت عندي موجوده الـ h of z عفوا x of z فالاخذ الـ inverse z transform للـ x of z يساوي لك x of k. ايضا الـ y of k شلون اوجدها اذا كانت عندي الـ y of z؟ اخذ ايضا الـ y of k يساوي لك الـ z inverse المن للـ y of z. فلناخذ المثال هذا مثال بلوك، هذا هو الانبوت هذا هو الاوتبوت طلاب. طيب منطينا الـ x of k بالتايم دومين ومنطين ال H of Z بالفريكونسي دومين بالزد، فلازم احول الانبوت شنو؟ احول الانبوت الى ال Z دومين او الفريكونسي دومين، المطلوب هو Y of K، Y of K. فاذا عندي H of Z لازم عندي X of Z، بعدها راح اوجد ال Y of Z حتى نشرح الخطوات الحل للسؤال. لما اوجد ال Y of Z عن طريق هاي المعادلة، هذا عندي موجود. إذا احتاج الـ x of z، x of z منطين بس x of k، شو احتاج الـ x of z؟ شلون اطلعه؟ اخذ الـ z transform من مال للـ x of k اللي هو منطين اياه بالسؤال. إذا راح يصير عندي x of z موجودة، x of h of z موجودة، إذا راح اطلع y of z، إذا طلعت الـ y of z اخذ لها الـ inverse z transform اوجد الـ y of k. إذا هذا خطوات حل السؤال. نجي بالبداية إذا الـ x of z انطيني الـ x of k ناخذ الـ z transform للدالة، هاي الدالة راح تساوي لك 4 z على z ناقص 2. الـ h of z عندي بما أنه عندي بالمقام ناقص 1، حتى لو كان طلاب عندك بالبسط z أس ناقص 1 فتخلص من عنده، هو تضرب في z وتقسم على z، تضرب في z وتقسم على z راح يطلع لك نتيجة بزد ناقص z على z ناقص 1. طيب هسه أنا عندي الـ h of z والـ x of z، عندي ال h of z هو ال output ال y of z على ال x of z، هذا على هذا. اذا من ال y of z شو يساوي لك؟ x of h of z مضروب في ال x of z، هذا موجود عندي، هذا موجود. اذا ال y of z راح تساوي لنا هاي القيمه، هاي القيمه صراحه وجدنا ال y of z. احنا المطلوب شنو؟ y of k. لازم شو اسوي؟ اخذ ال inverse z transform لل y of z حتى اوجد ال y of k. طيب هذا الفيتش فور ما موجود وين؟ بالجدول 27، اذا لازم الجا الى من البارشال فراكشن. بارشال فراكشن شو تقول؟ لازم اقسم طرفي المعادله على زد، اذا واي اوف زد هنا لما نقسمها على زد راح تروح وحده من الزدان. اذا واي اوف زد على زد ايش راح تساوي لنا؟ 4 زد على زد ناقص 1 زد ناقص 2. إذا عندي جذرين، هذا الجزء يتولد للجذر الأول، هذا الجزء يمثل للجذر الثاني، إذا ما عندي تربيع، إذا راح يساوي لنا هذا الـ y of z على z أي على الجذر الأول أو القوس الأول هذا، زائد الـ b على القوس اللي يحتوي لنا الجذر الثاني،
طيب الاي شلون اطلعه؟ واي اوف زد على زد مضروبه في مقام الاي اللي هو زد ناقص واحد، عندما زد ناقص واحد يساوي صفر، اذا زد يساوي لنا واحد. اذا طلعت لي هاي النتيجه، يعني تضرب وهاي الداله تضربها بمن؟ تضربها في زد ناقص واحد، شو يبقى لنا؟ 4 زد على زد ناقص واحد. عندما زد يساوي لك واحد، نعوض هنا واحد، احط عليك ناقص 4. البي كذلك هو ايش راح يسوي؟ واي اوف زد على زد اللي هاي المعادله في زد ناقص 2، راح تختصر زد ناقص 2 وزد ناقص 2، صار لنا 4 زد على زد ناقص 1. عندما زد ايش قد تساوي؟ نساويها بالصفر، اذا زد يساوي لنا 2. نعوضها هنا، اذا راح يساوي لنا 8. اذا الاي عندي والبي عندي ناقص 4 و8 عوضناها. اذا اضرب طرفي المعادله في زد راح يطلع لنا الواي اوف زد هذا بهالشكل هذا. طيب انا عندي صار واي اوف زد، انا المطلوب عندي شنو هو المطلوب؟ واي اوف كي. اذا واي اوف زد فريكونسي دومين، حتى حوله للتايم دومين لازم اخذ الانفيرس زد ترانسفورم. الواي اوف كي راح يساوي لنا زد انفيرس المال الواي اوف زد، ويساوي لنا ناقص هذا من الجدول اللي هو يونت ستيب فانكشن يو اوف كي زائد 8، هذا شنو شو يساوي لنا؟ 2 اس كي مضروب في اوف كي. هذا الطلاب في الهوم وورك معطيك نفس البروسيجر، الطلاب معطيك الاتش اوف زد ومعطيك الكي نفس البروسيجر السابق. اوجد لي فايند ذا واي اوف كي نفس الطريقه. طيب احسب لنا الامبلس ريسبونس. الامبلس ريسبونس هو شنو؟ اتش اوف كي. اتش اوف كي انا عندي اتش اوف زد، اخذ فقط الانفيرس زد ترانسفورم للاتش اوف زد اطلع الاتش اوف كي. يعني شنو الامبلس ريسبونس؟ هو اتش اوف كي، عندي الاتش اوف زد اخذ الانفيرس زد ترانسفورم للاتش اوف زد نطلع الاتش اوف كي، وتساوي ايش قد؟ 4 اس كي. اذا الامبلس ريسبونس راح تساوي لك 4 اس كي. مثال اخر على السيستم اللي هو تقريبا دي اس بي سيستم بعده مراحل. المرحله الاولى هو الاشاره راح تدخل لك انالوج، يعني اكس او اف تي انالوج. بعدين هاي الاشاره حتى نحولها الى ديسكري لازم نحول نسوي لها سامبلنج. سامبلنج او سامبلر بتردد يسموه سامبلنج فريكونسي اف اس، اللي هو راح تتقطع الداله الكونتينيوس. لما خلصنا من الداله راح تتولد لي الاكس اوف كي، هذه ديسكريت هاي كونتينيوس. اذا صارت الاكس اوف كي كانها مؤسسه صارت جاهزه. اذا عندي اكس اوف كي لازم شو احولها؟ الاكس اوف كي احولها الى زد ترانسفورم، لان يعني انا عندي اتش اوف زد. اخذ الزد ترانسفورم للاكس اوف كي حتى تحول الى اكس اوف زد. اذا انا عندي اتش اوف زد واكس اوف زد اضربهم راح احصل على الواي اوف زد بالاوتبوت. واي اوف زد حصلت، شلون احصل على الواي اوف كي؟ اخذ الواي اوف زد، اخذ الانفيرس زد ترانسفورم من الواي اوف زد راح احصل على الواي اوف كي. حصلت على الواي اوف كي، شلون احوله؟ عن طريق الانتربوليتر للواي اوف تي، يعني احول من الديسكريت الى الكونتينوس بعد ما انتهت عمليه البروسيسنج. اعوض مكان كل كي واي اوف كي بيش بالتي مضروب في ايكو بس. هاي هي ملخص او شرح للبلوك دايجرام اللي يمثل لنا الدي اس بي بروسيسر. راح ناخذ في المثال قبل ما نتطرق للمثال نعرج على بعض المصطلحات. الاف اس هو السامبلنج فريكونسي اللي هو يساوي لنا 1 على الاف تي اس، تي اس 1 على تي اس. التي اس هي السامبلنج تايم، يعني الزمن بين سامبل وسامبل. سامبل وسامبل ايش قد؟ احسب تي اس سامبلنج تايم، او ان السامبلنج تايم شو يساوي لنا؟ 1 على اف، 1 على اف اس. طيب التي بصوره عامه بالتايم دومين بالكونتينيوس، هي بالتايم دومين بالكونتينيوس، كونتينيوس تايم دومين شو تساوي لنا؟ نحولها اذا نريد نحولها الى ديسكريت، هي عباره عن كي في تي اس. الكي في تي اس، التي اس هو السامبلنج انترفال بين سامبل وسامبل، يعني السامبل الاول يفرق عن السامبل الثاني بتي اس، الانترفال مالت المسافه، الثاني عن الثالث ايضا بتي اس. لازم يكون عمليه السامبلنج ثابته التقطيع، ايش قد الزمن مالته؟ تي اس. السامبل الاول عن الثاني تي اس، الثاني عن الثالث تي اس، وهكذا. اذا التي اس ايش قد تساوي لنا؟ 1 على اف اس، نعوض 1 على اف اس، ويساوي لنا اذا التي كل تي بالتايم، اذا طالع داله بالتايم حتى احولها الى ديسكريت اعوض مكان كل تي بيش؟ بالكي على اف اس. عندنا مثال على هذا البلوك دايجرام، معطينا
يقول لك اوجد واي اوف كي اند واي اوف تي، يعني يريد هاي الداله ويريد هاي الداله. منطينا الاف اس السامبلينج هو يساوي لك ايش قد 100 هرتز، اف نوت للداله 50 هرتز، وال اكس تي يساوي لنا الانبوت مالتنا، هاي الانبوت اكس تي بالتايم دومين كوساين اوميجا نوت تي. منطينا الاتش اوف زد 1 على 1 ناقص 0.5 زد ناقص 1، يعني منطينا هذا، منطينا السامبلينج، منطينا التردد مال الاشاره الداخله اللي هي انبوت، المطلوب معرفه ايش قد الواي اوف كي والواي اوف تي. طيب اول ما اجي على الانبوت، هي الانبوت بالتايم دومين لازم حتى اتعامل وياها لازم احولها وين؟ الى الديسكريت. طيب بمعنى اكس اوف كي ايش راح اسوي؟ نعوض مكان كل تي بيش بالكي على اف اس. اذا هاي هي الداله، سوينا كوساين الاوميجا هو شنو؟ مثل 2 باي اف نوت في تي. اذا 2 باي اف نوت تي هو شنو؟ مثل لنا كل تي نعوض مكانه كي على اف اس. اف نوت معطيناها بالسؤال 50، الاف اس معطيناها 100، نختصر هذا ويا هذا، هذا ويا هذا، اذا راح النتيجه راح تصير كوساين باي كي. اوكي اذا حولنا الاشاره من الانبوت من التايم دومين الى العفو من الكونتينيوس اللي هي التايم دومين كونتينيوس الى تايم دومين ديسكريت، تايم دومين ديسكريت. صارت عندي الاكس اوف كي يساوي لنا كوساين باي كي. اذا اول خطوه بعد ما وصلنا لهالمعادله هاي نلجا الى ايجاد شنو؟ الاكس اوف زد اللي هو الزد ترانسفورم المان للانبوت، للانبوت اكس اوف كي، الانبوت اكس اوف كي. ليش؟ لان عندي الاتش اوف زد بالزد دومين، فلازم تكون الاكس اوف زد ايضا بالزد دومين. اوكي اذا اكس اوف زد ايش راح تساوي لنا؟ هي الزد ترانسفورم للاكس اوف كي من الجدول، اللي هي عباره عن هاي الداله هي كوساين، من الجدول راح نشوف ان هاي النتيجه مالتها، والاي هنا ايش قد عندنا؟ هو باي كوساين باي، وكوساين باي هو ايش قد راح يساوي لنا؟ ناقص 1، ناقص 1 في ناقص يصير زائد. طيب نفس الحاله هذا ناقص 1، اذا عندي ناقص وعندي نتخلص من الاساسات الاس الناقص، نضرب في اعلى اس، ايش قد اعلى اس موجود بالمقام؟ هو ناقص 2، اذا اضرب في 2 واقسم على 2 وراح احصل على هاي المعادله، اطلع عامل مشترك، احلل هاي مربع كامل طلاب، هي عباره عن زد زائد 2 زد زائد 1 الكل تربيع. اذا هاي زد زائد 1 يختصر ويا هذا، يبقى لنا زد على زد زائد 1. اذا اكس اوف زد عندي صارت موجوده، الاتش اوف زد موجوده، بس انا عندي بالمقام زد اس ناقص 1، فاضرب في زد اقسم على زد، فالنتيجه راح تكون زد على زد ناقصا 0.5. هاي هي. اذا كان عندك مطلوب الامباس ريسبونس لهنايا اتش اوف كي، فقط تاخذ الانفرس ترانسفورم الهاي اللي هو راح يساوي لك 0.5 اس كي. استمر هسه انا هذا عندي الاتش اوف زد عندي هياته، الاكس اوف زد عندي، اذا واي اوف زد شو يساوي لك؟ الاتش اوف زد في الاكس اوف زد، هذا موجود هذا موجود. اذا y of z z y of z يساوي z تربيع على z ناقص 0.5 مضروبه في z زائد 1. حتى ما عندي هيك ستاندر داله موجوده بالجدول بالورقه رقم 27، فالجا الى البارشال فراكشن، لازم اقسم طرفي المعادله على z، فتجي هنا z ثم اقسم على يختصر واحد من z، يبقى z في البسط، اذا راح تبقى y of z على z هاي الجزء. هذا الجزء القوس الاول يحتوي على الجذر الاول، القوس الثاني يحتوي على الجذر الثاني، ما عندنا تربيع للقوس، اذا عندي جذرين فممكن اعتياديا نحلها، اي على الجذر على القوس الاول زائد بي على القوس الثاني. طيب الاي شلون اطلعه؟ هو واي اوف زد على زد اضربه في المقام مال الاي، هذا هو واي اوف زد على زد هو هذا، اضربه في المقام مال اي، ومعنى ايش راح يبقى لنا زد على زد زائد 1. عندما زد ايش قد تساوي؟ اساوي بالصفر هذا ايش قد يطلع لنا؟ 0.5، اعوض هنا 0.5 راح يطلع لي 1 على 3. كذلك البي ايش راح يساوي لنا؟ واي اوف زد على زد مضروبه بي من في المقام مال بي زد زائد 1، عندما زد ايش قد تساوي؟ اساويها بالصفر، زد زائد 1 يساوي صفر، اذا زد يساوي لنا ناقصا 1. اذا اجي اعوض
هاي الضرب مالتها، لما تضرب هذا هذا الواي اوف زد على زد، تضربه في زد راح يختصر هذا الزد ويا هذا الزد، يبقى ان زد على زد ناقص 0.5، عندما زد يساوي ناقص 1 نعوض تطلع لنا 2 على 3. اذا وجدت الاي، وجدت البي، عوضهم. راح نشوفه بان 1 على 3 2 على 3. اذا واي اوف زد تبع عليه على زد ساوي لنا القيمه، اذا اضرب الطرفين معادله بايش في زد، اذا واي اوف زد راح يساوي لنا هالقيمه. طيب حتى اطلع الواي اوف كي لازم شو اسوي هسه؟ انا الداله عندي بالفريكونسي دومين، حتى ارجعها للتايم دومين الواي اوف كي لازم اخذ الزد انفيرس المن لهي الداله، زد انفيرس لهي الداله راح يصير زد انفيرس للواي اوف زد ويساوي لنا 1 على 3 من الجدول، هذا يساوي لنا 0.5 اس كي، زائد 2 على 3 هذا راح يساوي لنا 1 اس كي، او سالب، العفو، سالب 1 اس كي. ليش؟ لانه هنا ناقص، بالجدول هو زد على زد ناقص ناقص 1، فمعناه ناقص 1 اس كي. اوكي، ليش ناقص؟ لانه نقدر نكتب هاي المعادله بيش؟ بزد على زد ناقص، افتح قوس، ناقص 1، وهو راح تكون عندك ستاندر الموجوده بالجدول، فمعناه ناقص 1 اس كي. اذا من المعادله ايش طلعت؟ انا طلعت واي اوف كي، ارجع للجدول مالتي، واي اوف كي موجوده هنا، حتى ارجع الى تايم دومين لازم اعوض مكان كل تي بي او كل كي بي ايش، انا عندي التي تساوي لنا كي على اف اس، ومعناه اعوض مكان كل كي موجوده هنا، عندي كل كي اعوضها بايش؟ بالاف اس مضروبه في تي. اذا الكي يساوي اف اس مضروبه في تي، والاف اس عندي 100 بالسؤال في تي، اجي مكان كل كي اعوض مكانها، حتى اذا واي اوف تي تساوي لنا نصف 0.5 مكان كل كي اعوض 100 تي، 100 تي، وهنا ايضا 100 تي. اذا وجدنا الواي اوف تي بعد ما مر بعده مراحل. عندك فد هوم ورك طلاب، اف ذا اكس اوف تي يساوي 50 تي، اف اوف اس يساوي 75 هرتز، اند الاتش اوف زد منطينا اياها، اوجد لنا الاتش اوف كي، اتش اوف تي، واي اوف كي، اند واي اوف تي. بنهاية المحاضرة أتمنى لكم طلاب حسن الاستماع والإصغاء، وهاي محاضرة الأخيرة بالنسبة للزد ترانسفور. ألتقي وياكم إن شاء الله في عناوين جديدة من السيلبوس ومحاضرات جديدة. أتمنى لكم الموفقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.